قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. أسامة تعطل عمرك؟ نعم سلطان عمرك. تدري ولا ما تدري إن الفايز راح ياخذ كرتين؟ هذه راح ياخذها الفايز، والخسران ياخذ كم؟ كرة واحدة. أها، وهذه كرتين الفايز. وش تتوقع؟ أتوقع طال عمرك. بس دقيقة بس. يا فراس، راح أجيب صندوقكم وأنت تيجي تجيب صندوقنا اللي وراك. صندوقنا وينه؟ شوف الصندوق إذا الأخضر. جيب الأحمر، الأحمر صندوقي. صندوقنا الله. أعطيت صندوق. الله. أخضر. بسم الله نبدأ لفوا. أيوة. نعم. شوف عشان نكون عادلين طال عمرك. نعم. عشان لا تقول ظلمناكم ظلمتونا. بسم الله ناخذ الكرة الأولى نحطها وين؟ في صندوقنا. صحيح. تعود الشيطان يا رجل خلها عندنا. خلها عندنا. تم الكرة هذه في صندوقكم. أيوة. وهذه وين؟ صندوقنا. في صندوقنا. وهذه في صندوقنا. يا أخي ما تضبط إلا عندنا. لا عدل. هذه عدل. أيوة هذه لكم هذه لنا. صح. وهذه لنا. هذه الجمهور هو اللي راح يقيم. صحيح. كيف راح يقيم؟ بعد الألعاب اللي لعبناها والتصويت والتسويق والأمور هذه. في نتيجة يعني وفي تحدي. كم نتيجة كم؟ صراحة الجمهور يعني وإحنا مع ألعابنا وأشيانا في نتيجة نهائية وأخذ. كانت نتيجة 3-2. لمن 3؟ أيوة هنا لا السؤال. لا شوف إذا لك عرفت كيف؟ إيه؟ لا تصدمني. إيه صح. إذا لي أنا برضو لا تصدمني. أخذها يا أسامة. أخذها يا أسامة طال عمرك. هذه صراحة. أيوة. هذه أول عثرات النجاح يا تميم، لا تزعل لا تأخذ خاطرك. هذه للفائز. اللي فاز معنا اليوم يسلم. هو فريق متعب وتميم. ما شاء الله عدد هذا وانتم اثنين. انا جايبك يا انا جايبك يا فراس. شكرا يا جمهور، شكرا يا حلوين، شكرا يا مبدعين، شكرا يا ابطال. في تحيه انكم فوزتونا اليوم صراحه. اي والله. عندك كلمه طال عمرك تقول لهم حاجه؟ والله انا اقول يا طول العمر والسلام، اليوم كل الشرف والتقدير ان اليوم كان ضيفي فراس الجميل الرائع اللي معكم على الشاشة. وكذلك تميم، تقول لهم حاجة تميم؟ تميم أنا أقول إن شكرا للجمهور على الاستفتاء والمسابقة اللي قبل شوية. على كل حاجة. إيه. والاتصالات وال. فراس. أنا بقول شيء. إيه. هو نسبة فناس. فيها رونق. إيه فيها رونق. إيه. الموضوع. حنا رونق أحسن من رونق. إن اشتقنا للخسارة وأنتم اشتقتوا للفوز. فأنتم فزتونا خسرنا. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.